المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات. من الأحاديث العظيمة في شهر رمضان التي تذكر وتسمع ويرددها الأئمة والخطباء والوعاظ هذا الحديث العظيم الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، أو فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. لما وقفت عند هذا الحديث سألت نفسي كما يسأل غيري: وهل للسماء أبواب؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، هل للسماء أبواب؟ السؤال الآخر: هذه الأبواب متى تفتح؟ السؤال الثالث: هذه الأبواب لمن تفتح؟ السؤال الرابع: هل تغلق هذه الأبواب أبواب السماء؟ يتبعها سؤال: من تغلق في وجهه أبواب السماء؟ أما هل للسماء أبواب؟ فنعم، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، ويقول سبحانه وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، ويقول سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به أخبرنا ماذا حصل له، فقال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: وقد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. إذن السماء لها أبواب، وهذه الأبواب تفتح، وتفتح لأجل أعمال يقوم بها العبد، وهذه الأبواب أبواب السماء تغلق، وتغلق في وجه أناس بسبب أعمال فعلوها وعملوها. فما هي هذه الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء؟ أوقات تفتح فيها أبواب السماء: وإذا فتحت أبواب السماء حري أن يستجاب الدعاء في أوقات ليس لي ولا لك يد في فتحها، لكن لي ولك يد في استغلال فتحها، فإن الدعاء فيها مستجاب. اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذا رفع المؤذن الأذان قائلا: الله أكبر الله أكبر، فتحت أبواب السماء. هذا أمر غيب ما نعلمه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. هذا من الأمور الغيبية التي لا يؤمن بها إلا أهل الإيمان من أمثالكم.
فإذا سمعت المؤذن يؤذن فأبواب السماء تفتح والدعوات تستجب فادعوا الله. حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا ثوب بالصلاة. أتدرون ما معنى ثوب بالصلاة؟ يعني إذا أقيمت الصلاة. الحديث الأول في الأذان، الحديث الثاني في الإقامة. إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، يعني حتى عند الإقامة والمؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أبواب السماء تفتح ولك وقت تدعو فيه فادعو الله سبحانه وتعالى. هذا وقت استفيد منه، منتصف الليل ونحن في أيام فاضلة، والناس في الغالب مستيقظون، فاستفد من هذا الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء نصف الليل، فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجله. وهذا شيء عظيم، هذا ليس في رمضان، في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، عند منتصف الليل تفتح أبواب السماء وتستجب الدعوات. أيضا من الأوقات يوم الاثنين ويوم الخميس، في مزية في يوم الاثنين ويوم الخميس. هذه المزية أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: تفتح أبواب السماء يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين، انظروا هذين حتى يصطلحا. فهذا وقت أيضا مبارك، وهو وقت طويل، يوم الخميس ويوم الاثنين. أمور تفتح لها أبواب السماء. النقطة الأولى كانت عن الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء. هذه النقطة الحديث فيها مختلف، عن أمور وأعمال وأحوال تفتح فيها أبواب السماء، لكن وقتنا اليوم انتهى. حديثي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة عن الأمور التي تفتح من أجلها أبواب السماء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد.